صاحب الفضيلة شيخنا وأبونا الكريم كي الحاج حسان رهدية الله كخادم المعهد الإسلامي الصديقية الثالث والربيع كروان والخامس بغر فضيلة الكرام الساتذ والأستاذات ولكافة الوالد الطلاب المحبوبين عند الله آمين آمين يا رب العالمين السلام قبل الكلام والكلام بالابتسام والابتسام رمز الإسلام لأن الإسلام دين السلام أحييكم تحية محبة تحية لا يفوت الزمان تحية مباركة تحت ظلال الإسلام وأبشركم بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قبل أن أتكلم أود أن أشكر رئيس الجلسة الذي قد أعطاني فرصة غالية لأن أتكلم بين أمامكم تحت الموضوع التأثير الهم للشباب على تطور وتقدام البلاد أيها الحاضرون الأعزاء قال الله تعالى في القرآن سورة الأنبياء في الآية 60 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم الآية صدق الله العظيم المعنى قالوا سمعنا أن هناك شب هذه الأصنام واسمه إبراهيم تحكي هذه الآية عن نبي الله إبراهيم الذي كان شابا شجاعا وذكيا ونقيدا ومنطقيا في ذلك الوقت كان المجتمع المحيط لا يزال يعبد الأصنام أدرك النبي الله إبراهيم الذي كان شابا ذكيا ونقيدا أن المعبود لم يجلب الفوائد والأضرار والحاصل أحدث النبي الله إبراهيم تغييراً في المجتمع من خلال المعارضة الغرور وتأسيس الحق أيها الحاضرون الكرام من القصة الموجزة للنبي إبراهيم يمكننا أن نأخذ الصفات الموجودة فيه والتي نصبه الجيل القادم من الأمة بصفتهم الجيل القادم من الأمة هناك العديد من الأدوار الشباب التي يمكن القيام بها بما في ذلك ما يلي الأول وكيل التغيير يمكن رؤية الدور الأول من دور الشباب كعوامل للتغيير ويمكن تحقيق ذلك من خلال المشاركة الشباب في دعم التغيير في المجتمع على صعيدين الوطنية والإقليمية نحو اتجاه أفضل في المستقبل ويمكن رؤية تقدم الأمة من نجاح جيلها الشاب في إحداث التغيير إيجابية الثاني وكيل التنمية بصرف النظر عن كونهم عوامل للتغيير فإن الدور الشباب هو أيضا عوامل للتنمية ولا يقتصر عامل التنمية هنا على النمو الجسدي وغير الجسدي فحسب بل يتعلق أيضا بالقدرة على تطوير الإمكانة الشباب الآخرين إن الدور الشباب عظيم جدا في إحداث التغييرات تتماشى مع مصطلحات رئيس سكرنو لرفع الحماسة الشباب يعني أعطيني ألف مشايخ
سأطلع بلا شك سمير من جذورها وأعطيني عشر شبان سأهز العالم بلا شك. الثالث وكيل التجديد. الدور التالي هو أن تصبح وكيلا لتجديد الأمة الإندونيسية. هذا يعني أن الشباب الإندونيسي يجب أن يكون لديه القدرة على تحليل الأوقات المتغيرة حتى يتمكنوا من اختيار الأوقات التي تحتاج حقا إلى التغيير وأيضا تلك التي يجب الحفظ عليها. يقول المثال: ليس الفتى من يقول كان أبي ولكن الفتى من يقولها أنا ذا. هذه بعض أدوار الشباب الذين يريدون أن يجعلوا أنفسهم شباب الجيل القادم من الأمة، ونأمل أن يصبحوا شباب اليوم شباب يمكنهم مواجهة تطور وتقدام البلاد. آمين آمين يا رب العالمين. هذا كل ما يمكنني قوله. إذا كانت هناك الكلمة لا ترضى قلوب الجمهور فأنا أعتذر بغزارة، لأنني كإنسان عادي لا يفلت من الخطاء والنسيان. اهدنا الصراط المستقيم، انظر ما قال ولا تنظر من قال، والله الموافق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.